الوضع كتير كتير صعب، الجنصات بتطخ على أي حد بيطلع من هان. أنا حاليا في مستشفى الشفا، الوضع عندنا كتير كتير صعب، المستشفى كاملة ما حدش بيقدر يطلع منها. Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. يقوم الآن الطاقم الطبي بمتابعة الأمر لوجود الغبار كثيف. الآن يختنقون من هذه الغازات التي تنبعت من القذيفة. يتم إجلاء المرضى الذين تم إجلاءهم أصلا من عناية العناية المركزة إلى مكان الممرات الآن. تقدمت الكاميرا لترصد ما حدث بالضبط داخل هذا القسم. We can't look through the windows or doors. We don't know what's happening. We can hear tanks moving within the hospital. We can hear continuous shooting that we have now.